صار لي عامين أنا أقدم طلب إلى السيد رئيس الجمهورية. ما عندي طلب رسمي يعني في ما يخص المؤسسة، من أقول أنا أقول المؤسسة اللي بيها 3000 عالم إلى السيد رئيس الجمهورية منذ مؤتمر السليمانية اللي أقمناه على حسابنا في الجامعة الأمريكية في السليمانية. منذ ذلك التاريخ طلبت مقابلة وفد إلى السيد رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح، وخليه يسمعني، لحد الآن ما تمت الإجابة. أنا أعرف من يا سنة طلب منذ نهاية 2019 نهاية 2019 إلى يومنا مقابلة. هذا طلبنا مقابلة بوفد، وعدنا استراتيجية، وقلنا وعدنا ملف ودنقول وخلي في بالك. أنا خليني أقول لك إياه، الأمة التي تزدري مبدعيها لا تستحقهم، وهذا قول معروف جدا. المبدعون رأة الأمة، ما ممكن تتصور عالم الغد إلا من خلال مبدعي اليوم. اليوم أتساءل أنا، هل يعقل أنه أنت الجواهر الثمينة عمرك ما لقيتها على سطح المحيط أو على البحر ولا على الضفاف، بالأعماق. تجدها في الأعماق في الجوهر. علينا أن نسبر غور هذه العقول. يعني تريد تقول أكو تقصير واضح في هذا الشيء حتى في المؤسسات المبتكر والمبدع يقاد من قبل الموظف التقليدي اللي خلينا أقول لك. هذا عبد الله القصيمي في الكتاب عنده إذا تسمح لي يقول العرب ظاهرة صوتية، يقول التعليم للموهوبين من أصحاب الأفكار اللي قابلة للتطبيق. اليوم عندنا موهوبين كثر، ولكن عندنا ألقاب كثيرة غير قابلة للتطبيق. عندنا كذا بروف كذا دكتور، لكن عندنا الموهوبين. وبالمناسبة المبدع والمبتكر ليس حكرا على الأكاديمي. أنا عندي إذا تسمح لي في المركز عندي مجموعة من الرجال اللي تعليمهم بسيط، بضمنهم ماجد مشل عنده براعة اختراع في المجال الحربي وهو رجل كبير تحصيل الدراسي بسيط. عندي حسين الشمرتي عنده طاحونة مع الأسمدة الآن دينتج.